انا شخشا مدير المراكز السوسيو رياضيه للقوب طامصوت. بالنسبه لهذا اليوم كان عندنا اختتام فعاليه العصر الرياضي اللي كيتجلى في دوي المدارس اللي انضمته جمعيه طامصوت الرياضيه مشاركه مع اداره المركب السوسيو رياضي للقوب. هاد الدوي شاركت فيه 9 المدارس ابتدائيه فيها المدارس العموميه ومدارس خاصه، شارك فيها تقريبا اكثر من 200 طفل 16 فريق اللي تباعوا طيلة هذا الشهر هذا، وكان اليوم تتويج ديال الفائزين. بالنسبة للحضور كان عندنا الحضور ديال 250 طفل في طيلة هاد الأطوار البطولة. وبالنسبة للسير العادي ديال المركب السوسيو الرياضي للقوة فهو كيفتح الأبواب ديالو للتمنيات الجمعيات الرياضية اللي كتنشط فيه طيلة السنة واللي كتقطع ما بين 800 الى 1000 طفل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.